وختاما أعود للتأكيد بأن المغرب مواطنين ومؤسسات وأحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وفعاليات حقوقية ومجتمعية يقف وقفة جسد واحد حين يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية. لقد ألفنا في مسعانا النبيل لبناء الديمقراطية المغربية أن نحول هذا الفضاء إلى فضاء للنقاش الحاد في بعض الأحيان والتقييمات الصارمة كذلك، ولكننا في مثل الظرف الحالي نتحول إلى يد واحدة بإرادة واحدة وصوت واحد يصدح المغرب أولا وأخيرا بقيادة ملكنا حفظه الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ختاماً أعود للتأكيد بأن المغرب مواطنين ومؤسسات وأحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني وفعاليات حقوقية ومجتمعية يقف وقفة جسد واحد حين يتعلق الأمر بالوحدة الوطنية. لقد ألفنا في مسعانا النبي ملكنا حفظه الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديمقراطية المغربية أن نحول هذا الفضاء إلى فضاء للنقاش الحاد في بعض الأحيان والتقييمات الصارمة كذلك، ولكننا في مثل الظرف الحالي نتحول إلى يد واحدة بإرادة واحدة وصوت واحد يصدح المغرب أولا وأخيرا بقيادة روحي بالجسد هب فتى لبا دا في دمي وفي دمي هواك طار نور ونار إخوتي هيا